نستقبل التليفون اللي معانا، وخلي حضرتك تبدا باستقبال التليفون في صديق من الاصدقاء والفنانين الكبار المقربين للاستاذ جمال بخيت. تفضل. مساء الخير. مساء الفل. اهلا استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ صلاح، ازاي حضرتك؟ الفنان والنجم الكبير استاذ صلاح عبد الله حبيبي. طب انا زملكاوي يا جمال. ايوه، ما انا جايبك بقى عشان انت زملكاوي. ده انا قلت لهم هذا الزملكاوي الكبير واحد من اجمل الفنانين وواحد من اصدق الاصدقاء. يا حبيبي يا جمال، يا حبيبي انت يعني. بص، عارف يا محمد، جمال بخيت ده بالنسبه لي هو طبعا صاحبي جدا، واتقابلنا من زمن بعيد وحافظنا على صداقتنا وودينا وحبنا بغض النظر عن انتماءاتنا الكرويه. أكيد. ودي النقطة اللي أنا عايز أكلم جمال فيها. إنما عايز أقول لك أنت قاعد في قامة شعرية عظيمة عبقرية. طبعًا. مدرسة بجد، مدرسة يعني. وطبعًا أنا شهادتي مجروحة في جمال، يعني هو أنا شفتك يا جيمي عشان بتتكلم عن منظر الجمهور في المدرجات. مش كده مظبوط؟ مظبوط يا أستاذ صلاح. استاذ صلاح، حضرتك من الاسماء اللي اول ما تناقشنا واحنا بنحضر الحلقه مع استاذ جمال، من اول الاسماء اللي تبادرت الى ذهنه واللي كان بيقول انه اتمنى يبقى معانا ويشارك معانا في الحوار، صديقي ومن اصدقائي الغاليين جدا عليا الاستاذ صلاح عبد الله. وواضح ان حضرتك كمان بتحمل نفس الفكره، وبسمع ان حضرتك من النجوم اللي بينتموا وبيحبوا وبيشجعوا نادي الزمالك، لكن هم كمان مع زي استاذ جمال بخيت وزي كتير من رموزه ومن نجوم النادي الاهلي وجماهيره اللي ضد التعصب وبيتمنوا الصوره تبقى اجمل واحلى وارقى في الوسط الرياضي. ضد التعصب، وبالتحديد يا محمد التطرف في التعصب، لان بقى في تطرف في التعصب. يعني شوف جمال عمال يقول لك بص منظر المدرجات عامل ازاي وبتاع، طب انت شوف منظر الملعب دلوقتي بقى عامل ازاي. يا جيمي، كل اللاعبين بيعترضوا على كل الحكام. حاجه عجيبه جدا. ظاهره الاعتراض زادت بشكل غير طبيعي، اعتراض عادي تشويح وبيزعيق، على طول الكاميرا جايبه لنا حالات عصبيه فظيعه، مش اللعيبه بس، ده الاجهزه الفنيه. طب يا جماعه، ده احنا عايزين الناس ترجع للمدرجات. عايزين الناس ترجع. طب لو الناس رجعت المدرجات، ودي الحاله اللي احنا بتحصل لنا، المدرجات هيحصل فيها ايه يا جماعه؟ لا صحيح والله، ما احنا لسه بنقول كده فعلا يا صلاح. ولذلك احنا عايزين الناس اللي يعني اللي ما عندهاش تعصب، اللي زي وصلاح على فكره عامل دور مهم جدا على الفيسبوك. يعني فعلا التشجيع المثالي اللي هو بيشجع فرقته لاخر نفس ولا يتمنى للاخرين غير كل خير. ايوه. طب وبتقول له ايه؟ بتعلق تقول له ايه على الفيسبوك يا استاذ جمال؟ لا طبعا، ايه لما في مناوشات ولا لا؟ لا يا جمال، شايف الصوره اللي جابتها؟ صح. بص بقى يا جيمي، ايوه، اهلا بالتحفيل اللذيذ. هنا استاذ جمال بيقول للاستاذ صلاح عبد الله معلش يا عم صلاح، الدوري للاهلي راح، بس بشكل راقي، بشكل جميل. اتفضل يا استاذ صلاح. ده اللي انا بقول، والله بقول ايه، حفله ماشي، يعني نحفل ونهزر، ودي طبيعه المصريين. والمصري على طول بيستخدم النكته والقفشه في الخروج من ازماته، بيفرغ عن نفسه، بيعرف يفضل. بس بقى ايه اللي جد شويه، التحفيل اللي فيه تجاوز، او فيه ايه، ان انا مثلا اوصف الاهلي بصفة مش حميدة أو مش لذيذة، أو الريجو الأهلوية يقولوا مش عارف أصل بتوع الإيه أو الإيه، واخد بالك؟ لا، أنا ممكن أحفل كده، ما هو الصور دي بتجيلي أنا، بتجيلي يا جمال، أنا كل الصور اللي هي فيها تريقة من الإفيهات بتاعتي بتجيلي، ده زملكاوي على فكرة، ما بتضايقش خالص. انما تلاقي بقى لو واحد تطاول او دخل بقى في الهزار وجرحني يعني او كده او بتاع، هنا بقى فهي مساله. بس يعني والله مش عارف يا جيمي يعني ممكن تتحل ازاي بصراحه. ايه رايك يا استاذ جمال؟ ما هي تتحل بقى زي ما قلنا بانه يبقى في يعني فكره المجتمع الواحد، الثقافه، الوعي، واخد بالك، على قد ما بنقدر وعلى قد ما كل الناس تشارك في ده.
وان احنا نساهم نشجع ان احنا كلنا نسهم في عوده الجماهير بسرعه. احنا بسلوكياتنا وبان احنا نساعد احنا مصريين في النهايه، احنا كيان أكيد. احنا كيان واحد الحقيقه. احنا عايزين نستفيد بوجود الاستاذ صلاح عبد الله معانا على الهاتف ونعرف رايه. راي حضرتك ايه يا استاذ صلاح السنه دي كمشجع زملكاوي وبتتكلم معانا ومنورنا بمشاركتك على شاشه قناه الاهلي في المنافسه الدوري هذا الموسم، اداء الاهلي شكله ايه من وجهه نظر الفنان صلاح عبد الله؟ وهنسال عن اداء الزمالك كمان، ده حقك طبعا، بس هنبدا بالنادي الاهلي. الاهلي الاهلي ماشي بخطى طيبه، ولا واضح يعني ايه، في روح، في فكر في الملعب، في توازن، يعني ايه ربنا يكرمهم يعني ويفضلوا بهذا المستوى. كل ده مصلحه مصر على فكره. اكيد. الزمالك طبعا ابتدى يعني انا حاسس ان في فوقان حصلت، لان مر فتره غريبه جدا غريبه. انا مره كتبت قلت لهم يعني ازعل ازاي على عليهم ازعل ازاي يعني، وانا شايفهم ان هم نازلين يتغلبوا يعني، ازعل انا ازعل ليه وهم نازلين يتغلبوا يعني، تحس انهم مش نازلين يلعبوا يعني. طبعا ده يعني زمالك طبعا الفتره اللي فاتت لا كان مزعلني صراحه. استاذ صلاح، المنافسه على الدوري هذا الموسم، لقب الدوري، متوقعه في الامتار الاخيره من الدوري اهلي وزمالك، ولا متوقع اطراف او فرق تانية تشارك معاهم في المنافسه؟ لا متهيألي السنه دي لا صعب، المنافسه صعبه يعني، متهيألي مش هيحصل منافسه، بس انا اللي نفسي يحصل بقى بجد. مش هيحصل منافسه، حضرتك بتقول مش هيكون في منافسه الموسم ده، او ان الاهلي فارق بشكل يصعب المنافسه على الزمالك. الزمالك انا حاسس ان الزمالك هيتحسن يعني اداؤه هيتحسن، وممكن يعمل مفاجاه في دوري الابطال مثلا، هيعمل حاجه يعني في الكاس، ومعودنا الدوري يضيع يجيب الكاس كده يعني. الزمالك انا اتمنى لكل الفرق تنافس. اكيد. على فكره حكايه ان الاهلي يتصدر بفارق كبير ده مش لمصلحه الكوره. صحيح. ما احنا بنتكلم، انا بتكلم في قناه الاهلي اهو. اكيد. بتتمنى يبقى في منافسه لاخر اسبوع. كده يا جيل والنبي. صح والله، انا معاك تماما يعني. احنا انا احس بطعم الدوري لما الزمالك فاز الماتشين ورا بعض، ابتديت احس ان بطعم الدوري، ان في يعني شكل للدوري، ان في شكل للدوري، وان وارد ان الزمالك يرجع تاني، واخد بالك، ويدخل في المنافسه، لان هي الحقيقه يعني ده اللي بيدي للكره طعمها. اكيد. وهي الكره في مصر طول عمرها اهلي وزمالك، ده ما فيش خلاف يعني. ولسه الدوري احنا لسه قدامنا قد ايه، ده الدوري لسه ثلاث ارباعه يا جماعه يعني، او اكتر من ثلاث ارباعه يعني، وبالتالي ما فيش شيء مستبعد يعني. اكيد. يعني فرق 12 نقطه، فرق 12 نقطه الزمالك، الفرق دلوقتي 12 نقطه، لو لا الزمالك خسر 12 نقطه كويس، كتير يا جماعه، خسر 12 نقطه. ما هو بيقول كتير النقط اللي خسرها الزمالك. لا لا، طب انا اقول لك على حاجه يعني، في ست نقط منهم في ايد الزمالك يعني، الزمالك هيقابل الاهلي مرتين، لو كسب الماتشين يبقى قلل الفارق، واخد بالك، ست نقط. ان شاء الله ما يحصلش يعني، ان شاء الله الاهلي هو، ان شاء الله ما يحصلش يعني. بس عايز اقول ان كل السيناريوهات وارده، ما كان السنه اللي فاتت بيقول لك يعني هو مبسوط برايك ده. لا بس يعني صلاح مبسوط الزمالك بكلامك. الزمالك السنه اللي فاتت كان فارق بعدد كبير من النقاط. اكيد. والاهلي استمر حقق يعني، كان فعلا، وزي والكلام ده قاله على فكره الشيخ طه اسماعيل في الاستوديو التحليلي، قال على فريق الزمالك انه يكسب جميع ماتشاته القادمه، واخد بالك، وساعتها هتبقى في منافسه على اللقب، هتبقى في منافسه اكيد، لانه استاذ صلاح كان بيقول، وبيسمع حضرتك وبيسمع الراي ده او التعليق ده، كان عايز يقول حاجه. اتفضل احنا سامعين حضرتك يا استاذ صلاح. لا انا عايز اقول لجمال ايه، عايز اقول حاجتين اهو، مثلا انا وجمال اهو زملكاوي واهلاوي، بالتاكيد يعني بحكم سننا، لا زملكاويه من زمان واهلاويه من زمان. صحيح. إيه؟ وهكذا انا على تويتر مثلا مع نبيل الحلفاوي، اهلاوي اهلاوي كبير استاذ نبيل، اهلاوي يعني بكل معنى الكلمه، ربنا يديله الصحه. بالك عايز اقول ايه، يا ريت الناس يعني بقول لهم، يبقى ما هو
انت ممكن انا ازعل اقول كلمه تزعل جمال بخيت مني عشان هو اهلاوي زملكاوي؟ لا يمكن. هل ممكن جمال مستحيل؟ دي الصوره اللي حضرتك عايزها الناس تتعامل بيها مع الكوره، كل جماهير الكوره في مصر. نمره واحد، نمره اثنين عشان ما بطولش بقى واخد من وقت جمال، انا عايز اقول لك يا محمد بص يا جيمي، احنا بقينا دلوقتي بنتابع ماتشات ليفربول جدا عشان صلاح مش كده؟ مظبوط مظبوط. ما انت بتبص الكلام ايه؟ الملعب الحدود بتاع الملعب اكنها يعني قريبه جدا من الملعب. صحيح. والملعب مليان على الاخر. صح والله. تحس ان ما فيش يعني ايه شرطه ولا يعني ايه مش زي. صحيح والله. ايوه يعني الجمهور قاعد على بعد متر واحد من اللعيبه والناس مطمئنه ولا في بوليس ولا في امن مركزي. دي الصوره اللي حضرتك عايزها تبقى موجوده في ملاعبنا. الخلاصه اللي انا عايز اقولها نبدا واحد لابد ان يكون هناك انضباط في الملاعب. نعم. في الملعب نفسه. بمعنى انضباط اللاعبين والادارات الفنيه. صحيح. صح. وفي حكايه الحكام دي يا جماعه. صحيح. كده دي بقت غريبه جدا. صحيح. غريبه. اكيد يا استاذ صلاح. وبعدين بقى نبتدي نشوف بقى ازاي نرجع الجمهور وازاي النظام نعمله بحيث مع الوقت الناس تتعود انها تشجع بدون اي تجاوز ولا تطاول ولا انا قاعد مهدد ان هم ينزلوا ارض الملعب او يخبطوا يضربوا بحجاره او ببتاع او كده. عيب والله العظيم ما صح. ان شاء الله نوصل للصوره اللي حضرتك بتتمناها دي واللي كل مشجع وكل مواطن بيحب بلده بيتمناها، وانها لا تتعرض على الاطلاق مع انتمائنا وحبنا للانديه للاهلي او الزمالك او كل جمهور وكل فئه من الجماهير بتشجع ناديها وبتحبه بلا حدود، لكن ده لا يتعارض مع الوعي والسلوك الايجابي اللي يخلينا كلنا موجودين في الملعب وكلنا امنين وكلنا مطمئنين في بلدنا ان شاء الله. يعني سعداء بمشاركه حضرتك معانا وبشكرك جدا على المداخله دي. الفنان والنجم الكبير الاستاذ صلاح عبد الله، بشكر حضرتك على مشاركتك معنا في الأهلي يحاور. شكرا جزيلا.